قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله. حديث رقم 51 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، مد الحقنة حوالي 75 ملي يعني لتر إلا ربع، والصاع 3 لتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني 4 أمداد إلى 5 أمداد. متفق عليه. مفردات الحديث: يقول الصاع مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، هذا متعارف يعني عليه، لو ورد في الشرع الصاع فيقصد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكيال مكيال أهل المدينة، والوزن يعني وزن أهل مكة، وكذلك القلال لما تذكر فيراد بها قلال هجر، والقلة حوالي متر إلى ربع مكعب يعني تقريبا، فهذه أشياء متعارف عليها. يقول الصاع مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه 480 مثقالا من البر يعني القمح الجيد، وباللتر 3 لترات. المد بضم الميم مكيال معروف، وهو ربع الصاع النبوي، ويجمع على أمداد ومدد، ومقداره 750 ملي. فالمد الحفنة يعني من اليدين المعتدلتين، يعني ليست كبيرتين ولا صغيرتين. فهذا المد يعني سواء من يعني من ماء، أو مد من طعام مثلا، أو من تمر. ما يؤخذ من الحديث: كان هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار في الأمور، أو الاقتصاد يعني الله أعلم، الاقتصاد في الأمور حتى في الأشياء المتوفرة المبذولة، إرشادا للناس وتوجيها لهم إلى عدم الإسراف في الأمور. طبعا إحنا الآن نتوضأ بجالون أو أكثر من ذلك، ونغتسل يعني يعني كذا جالون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بذلك الاقتصاد، يعني حتى في الأشياء التي يظن الناس يعني أنها يعني غير مكلفة أو أشياء بسيطة، فحتى يتعود الإنسان على الاقتصاد. فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. يقول: إرشادا للناس وتوجيها لهم إلى عدم الإسراف في الأمور. 2، كان يتوضأ بالمد وهو مكيال معروف، والصاع 4 أمداد، فيكون مد ربع الصاع، وقدره بالمعيار الحاضر 625 غراما، أي جراما، وباللتر 750 ملي. 3، كان يغتسل بالصاع 5 أمداد، يعني من الصاع إلى الصاع بالربع، مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم. والصاع النبوي 3 لترات. 4، فضيلة الاقتصاد في ماء الوضوء وفي غيره، وأن الإسراف فيه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 52، يقول الحافظ في بلوغ المرام: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني إيصاله إلى المواضع الشرعية، الثوب السابغ المغطي، فيسبغ الوضوء أي يوصله إلى المواضع الشرعية، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. ورواه أيضا الترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة فيها يعني تفصيل، يعني هل هي صحيحة أو غير صحيحة. درجة الحديث، الحديث في صحيح مسلم فلا داعي لبحث، هو أصل الحديث. أما زيادة الترمذي فقال: إن في سندها اضطرابا ولا يصح فيها شيء، كما ضعف أحمد شاكر، ولكن لها شواهد، منها ما رواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث ثوبان، وابن ماجه من حديث أنس، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد، وله شواهد يعني أخرى، ولذا أثبته المبارك فوري والألباني. فاختلف العلماء في تصحيح الجزء الزائد يعني في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي الواقع العالم المتأخر إذا كان يعني متقن فكلامه يقدم على المتقدم، لأنه لعله اطلع يعني على ما ذكره المتقدم وعلى أشياء أخرى، فلعل الذين ضعفوا الحديث لم يقفوا على هذه الشواهد، والشاهد يكون حديث يعني آخر عن صحابي آخر يشهد لصحة الحديث أو لمعنى بنفس معنى الحديث، أما المتابع يكون على نفس الإيه لنفس الصحابي. فلعل المبارك فوري والألباني أوردوا هذه الشواهد فصح الحديث لغيره أو صار حسن لغيره. يقول: ولكن لها شواهد، يعني هذه الزيادة، ما رواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث ثوبان، وابن ماجه من حديث أنس، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد، يقول: وله شواهد أخرى، ولذا أثبته المبارك فوري والألباني. مفردات الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. يقول: ما نافية حجازية عاملة اسمها أحد، يعني أحد اسم، وخبرها يتوضأ، ومن زائدة ما منكم من أحد يعني ما أحد، فمن زائدة، وأحد مجرور المحل بمن، من أحد الزائدة، وهو اسم ما، والفاء في يسبغ بمعنى ثم يسبغ الوضوء، يتوضأ ثم يسبغ الوضوء، فليست الفاء هنا للترتيب العطفي لإسباغ الوضوء، وليس بمتأخر حتى يعطف بالفاء، ولذا فقد صار معنى الفاء هو معنى ثم المفيد لبيان المرتبة. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني ثم يسبغ الوضوء، وطبعا مش هتفيد الترتيب، لأن هو المعنى هو يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني وهو يسبغ الوضوء، فيسبغ الإسباغ الإتمام والإكمال، وإيصال الماء إلى مغاب الأعضاء، يعني تعهد التجويف والأماكن التي فيها شعر والتي يغلب على ظنه أنه لا يبلغها الماء، لأن الدلك ليس شرطا يعني في يعني الغسل، فيمكن الغسل بإسالة الماء على العضو، ولكن نفرض أن هناك يعني أماكن لا يصل إليها الماء إلا بالدلك، فيها شعر أو فيها تجويف، فعند ذلك يعني يجب الدلك حتى يصل يعني إلى هذه الأماكن، فإسباغ الوضوء يصل إلى مغاب الأعضاء، الأماكن التي يعني تعالها تكون غائرة أو لا يصل إليها الماء بسهولة، فيسبغ الوضوء الإتمام والإسباغ وإيصال الماء إلى مغاب الأعضاء، إلا استثناء من النفي وهي في أول كلام للحصر، إلا فتحت بالتشديد، فتحت بالتخفيف والتشديد، فتحت أو فتحت يعني أزيل إغلاقها، والتشديد مبالغة في فتح أبواب الجنة، فتحت أو فتحت، فكأن فتحت يعني أبلغ. الجنة مادة جننة تدل على الستر والإخفاء، والمراد بالجنة هنا دار النعيم في الآخرة جمعها جنان، والجنة اللي هي كثيرة الأغصان بحيث أنها يعني تستر من دخلها يعني. والجن سمي جنا لأنه عالم غير مرئي، فالجنة الحديقة كثيرة الأغصان التي يعني يستتر بها من دخلها من كثرة أغصانها. الثمانية هذه الأبواب جاءت مبينة في بعض الأحاديث، ففي الصحيحين باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصيام وباب الصدقة
وجاء في مسند أحمد وغيره باب الكاظمين الغيظ وباب المتوكلين وباب الذكر وباب التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من أنفق زوجين من ماله يعني صنفين من أصناف المال دعي من أبواب الجنة الثمانية. فقال له أبو بكر ما على أحد من ضرورة أن يدعى من أي أبواب الجنة، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، يعني من استوفى أبواب الخير فينادى عليه من كل أبواب الجنة الثمانية. ولا شك أن أولى الناس بهذه المنقبة بعد الأنبياء الصديق، ثاني اثنين هما في الغار لأنه استكمل يعني خصال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال وهذا كان في الصباح، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ يعني في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الإنسان لو جمع هذه الأربعة في يوم يدخل الجنة، نسأل الله الجنة. وسيأتي تكميل البحث عنها في الكلام على فقه الحديث إن شاء الله تعالى. فالحصن الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وطبعا أبواب الجنة يعني في الجوانب، لأن الجنة درجات أما النار فدركات، فأبواب النار بعضها فوق بعض والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سيأتي تكميل البحث يعني في الكلام على فقه الحديث. قوله في الزيادة اللهم اجعلني من التوابين، التوبة الاعتراف بالذنب والندم والإخلاع والعزم على ألا يعود الإنسان ما اقترفه من الذنوب، فهي الرجوع عن الذنوب والعيوب إلى طاعة علام الغيوب. توبة يعني قريبة من الأوبة، والأوبة هي العودة وهي ترك صراط المغضوب عليهم والضالين، والعودة إلى صراط المستقيم أو الرجوع إلى الله عز وجل. وهذه صيغة فعال تأتي للمبالغة، يعني من التوابين يعني كثير التوبة والرجوع، وتأتي للنسبة وهي هنا محتملة الأمرين، أي اجعلني من ذوي التوبة فتكون للنسبة، وأن أكون من كثير التوبة فتكون للمبالغة، وكل من المعنيين صحيح، لأن الإنسان يعني ما يخلو من ذنوب، يعني الله عز وجل يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إما أن تكون تائبا أو تكون ظالما لأنك لست معصوما. ولذلك قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين، قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الإنسان ينام على توبة فيستيقظ على يعني توبة لأنه لا يخلو من ذنوب مهما كان متحرزا. المتطهرين يعني بالخلاص من تبعات الذنوب السالفة أو السابقة ومن التلوث بالسيئات اللاحقة. التواب من أسماء الله الحسنى بمعنى أنه الموفق للتوبة القابل لها، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، توبة إذن وتوفيق وتوبة قبول وإثابة، كما قال عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، فالعبد تواب والرب تواب، وتوبة الله عز وجل إذن وتوفيق، فيتوب العبد من الندم وترك الذنوب والعزم على عدم العودة ورد المظالم، ثم يتوب الله عز وجل عليه توبة ثانية وهي توبة القبول والإثابة. فقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني وفقهم للتوبة. قوله أنا التواب الرحيم يعني قابل التوبة. ما يؤخذ من الحديث فضيلة الوضوء وما يعود به على صاحبه من الثواب الجزيل. طبعا في أحاديث أخرى في ثواب الوضوء، يعني منها ما رواه يعني مسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه وخرج من عينيه كل خطيئة نظر عليها بعينيه من مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة وتشطها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرجت كل خطيئة مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث الآخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والآخر أيضا أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. فالوضوء ليس كما يظن كثير من الناس يعني هو تجهيز للعبادة، بل هو ذات عبادة مستقلة.
ولذلك يفتقر إلى نية. فلو كان هو مجرد تجهيز وتنظيف من أجل الصلاة ما احتاج إلى نية، ولكن كونه عبادة فلا بد فيه من النية. فلو أن إنسان يعني لعب في الماء فغسل وجهه ويديه ويعني رجليه مثلا ومسح على شعره لا يكون متوضئا حتى ينوي بذلك الوضوء. فالوضوء يعني عبادة مستقلة. ثم هو أيضا شرط لصحة الإيه أو الطهارة، شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء تجهيز لمناجاة الله عز وجل. والإنسان لو أنه أراد أن يقابل ملك من ملوك الدنيا لا لبس أحسن ثيابه وزين ظاهره، لأن الملك لا يطلع على باطن يعني أمره. ولكن الوقوف أمام الله عز وجل يحتاج الإنسان إلى أن يزين الظاهر والباطن، الظاهر يعني من الأدران والأوساخ، والباطن يعني من الذنوب والمعاصي. والوضوء يقوم يعني بهذين الأمرين، فهو تطيب للظاهر وتطيب للباطن. فإذا كان نظر نظرة يعني خائنة، إذا كان تكلم يعني بكلمة يعني لا تنبغي، إذا حرك يده في معصية، فالوضوء تطيب لهذه الأعضاء وتجهيز لمناجاة الله عز وجل. ثم هو أيضا تهيئة للوقوف بين يدي الله عز وجل. إنسان ما يأتي مثلا من أعمال الدنيا ويقف يعني أمام الله عز وجل مباشرة، لابد أن يتجهز نفسيا ويتجهز يعني ويتهيأ بالتدريج يعني حتى يصلح للوقوف بين يدي الله عز وجل. فالحديث فيه مشروعية إسباغ الوضوء وإتمامه وما يحصل به من الأجر العظيم. ثلاثة، فضل هذا الذكر الجليل وأنه سبب السعادة الأبدية، لأن الإنسان يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهذا طبعا فضل عظيم للوضوء، وأنه سبب السعادة الأبدية، وهو مستحب بإجماع العلماء هنا يعني هذا الذكر. وبعد الفراغ من الغسل والتيمم لأنه طهارة فسن فيه الذكر، يعني قاسوا على الوضوء أنواع الطهارة الأخرى كالغسل والتيمم. يقول أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو زاد زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا بأس، لأن الراجح أن هذه الزيادة صحيحة. خمسة، إثبات البعث والجزاء بعد الموت. ستة، إثبات وجود الجنة وأبوابها الثمانية والتخيير في الدخول من أبوابها لصاحب العمل الفاضل ممن طهر ظاهره وباطنه. سبعة، تفتيح أبواب الجنة لصاحب هذه المنزلة يحمل على أمرين، أحدهما تيسير الوصول وتسهيل سبل الخير إلى تلك الأبواب، بمعنى أن الله تعالى يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغه هذه الأبواب. كما أن العلم يدل على الجنة، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني قالوا إما طريق حسي كالسير إلى أهل العلم أو الالتحاق بمعهد أو مدرسة أو بدار تحفيظ لتحصيل العلم النافع، أو أنه يعني عمل نفسه برنامج مثلا أو سبيل معنوي لتحصيل العلم، فهذا يعني يسهل الله عز وجل له بذلك طريقا إلى الجنة. وأيضا هنا تسهيل الوصول إلى أبواب الجنة، بمعنى أن الله تعالى يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغ هذه الأبواب، لأن باب للصلاة وباب للصدقة وباب للصيام وباب لكظم الغيظ كما ورد في بعض الأحاديث، وباب للتوكل وباب للذكر وباب للتوبة. إما أن الله جل يسهل له هذه الأعمال فيعني يدخل من أي هذه الأبواب. والثاني معنى فتحت أو فتحت، أي ستفتح يوم القيامة، فوضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه وقربه، وهو ضرب من التعبير البلاغي. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهو سيأتي ولكن لتحقق وقوعه. يجوز في اللغة أن نقول أتى كضرب من التعبير البلاغي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ثمانية، مطلقة هذا الذكر مكمل لطهارة الوضوء، فإنه بعد أن طهر ظاهره بالوضوء بالماء طهر باطنه بعقيدة التوحيد. يعني بعد أن غسل ظاهره والأعضاء التي أمر بغسلها في الوضوء
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه طهارة التوحيد التي هي أبلغ الطهارة، تطهير الإنسان من الشرك. فيقول يعني بعد أن طهر ظاهره بالوضوء طهر باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات. كلمة التوحيد هي مجموع شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ولكن يختصر في بعض المواضع على شهادة أن لا إله إلا الله وهي علم على الشهادتين. الإنسان لا يصير مسلما بالشهادة الأولى وحدها، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويثبت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكفي إحداهما عن الأخرى. 10 زيادة الترمذي لا تنافي الحديث ولا تعارضه، وهي زيادة من ثقة، فهي زيادة مقبولة، فيكون الدعاء بطلب التوبة وتطهير الظاهر بالماء وتطهير الباطن عن الأخلاق الرذيلة والتطهر من دنس الذنوب والمعاصي مناسب عند انتهاء التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فيقول من حيث المتن يعني، وهذا أيضا يعني يقوي هذه، يعني يقوي من قال بصحة هذه الزيادة، يعني أن الذكر نفسه مناسب، يعني أن بعد الوضوء الذي هو طهارة للأعضاء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكما طهر ظاهري بالوضوء فطهر باطني بالتوبة. فيقول زيادة الترمذي لا تنافي الحديث ولا تعارضه، وهي زيادة من ثقة، فهي زيادة مقبولة، فيكون دعاء بطلب التوبة وتطهير الظاهر بالماء وتطهير الباطن من الأخلاق الرذيلة والتطهر من دنس الذنوب والمعاصي مناسب عند انتهاء التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فالتوبة طهارة الباطن والوضوء طهارة الظاهر، فكان ذكرهما جميعا في غاية المناسبة فهو من الأدعية المستحبة في هذا الموطن. قال الطيبي قول الشهادتين عقب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الخبث والحدث. وقال الصنعاني ولا يخفى حسن ختم هذا الباب بهذا الدعاء، لأن ده آخر حديث في باب كتاب الطهارة، هيبدأ في المسح على الخفين بعد ذلك، فيقول لا يخفى حسن ختم هذا الباب بهذا الدعاء. هذا تصرف طبعا من الإيه؟ من الحافظ ابن حجر في المتن بلوغ المرام. قال ابن القيم كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل له، يعني بعض الناس لما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي، لما يغسل يده يقول اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، ما يغسل اليسرى يقول اللهم لا تعطيني كتابي شمالي. هذه الأذكار مبتدعة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لها، وأحاديثها مختلقة مكذوبة، يعني مش حتى مجرد ضعيفة، مختلقة مكذوبة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا علمه أمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. يعني هذا الثابت بالنسبة لأذكار الوضوء التسمية، يعني في أول وضوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الذي ثبت بالنسبة لأذكار الوضوء. ولا نقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. وقال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث. وقال حافظ بن حجر في التلخيص الحبير روي عن علي من طرق ضعيفة جدا. قال شيخ الإسلام الوضوء عبادة كالصلاة والصوم، فهو لا يعلم إلا يعني من الشارع، وكل ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة. وقال من اعتقد أن البدع قربة وطاعة وطريق الله تعالى وجعلها من تمام الدين فهو ضال، لأن الدين ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن دينا في هذا الوقت فهو عندنا ليس بدين. 13 التواب اسم من أسماء الله تعالى، ويسمى الإنسان أيضا بالتواب، لكن الاشتراك هو باللفظ فقط.
ولكن يعني توبة الإنسان شيء وتوبة الرب يعني شيء آخر، كما أن الإنسان يعني يوصف بالسمع والله عز وجل يوصف بالسمع، الإنسان يوصف يعني بالرأفة والرحمة والله عز وجل رؤوف رحيم، ولكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر وليست الرحمة كالرحمة. فإذا وصف المخلوق بنفس الصفة فكما يليق بعجزه وضعفه، وإذا وصف بها الخالق عز وجل فكما يليق بجلاله وكماله عز وجل. أما المعنى فالله تعالى وصف نفسه بأنه تواب بقوله فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني أنا الذي أوفق عبادي التوبة وأقبلها منهم، ووصف عباده بالتوبة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فوصفهم بكثرة الرجوع إلى الله تعالى مما عسى أن يبدو منهم من الذنوب. فلكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الآخر، مع العلم بأن الله تعالى ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته. توبة العبد لله عز وجل واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالتوبة واجبة وتأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه. والتوبة لها يعني شروط ستة: الندم على ما وقع من الذنب، الإخلاء عن الذنب إن كان متلبسا به، العزم على ألا يعود في المستقبل، الإخلاص لله تعالى في التوبة، يعني التوبة عبادة تفتقر إلى نية وهي الإخلاص. الخامس أن يتوب قبل حضور الأجل ومعاينة مقدمات الموت، إن الله عز وجل يغفر للعبد ما لم يغرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلابد أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وقبل أن يغلق باب التوبة، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. السادس إن كان الحق الذي عليه لأدمي رده إليه أو استسمحه، للحديث من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. باب المسح على الخفين مقدمة، يقول مسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف في لغة بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته، وشرعا الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد وغيره. بعض الناس يتعنت يقول لابد أن يكون من جلد، فنفرض أنه هو من صوف مثلا فلا، وساتر للقدمين إلى الكعبين هو موضع الغسل من الرجلين أو من القدمين، ف يعني طبعا القول أنه جلد يعني قول الشافعية، ولكن هنا يقول من جلد وغيره. وذكر بعد الوضوء لأنه بدل عن غسل ما تحته. والمسح رخصة، والرخصة لغة التسهيل في الأمر، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه رواه ابن خزيمة وابن حبان، طبعا ابن خزيمة في صحيح وابن حبان في صحيح، فراجح الصحة طبعا، ولكن تصحيح ابن خزيمة وابن حبان ليس كتصحيح البخاري ومسلم. والمسح دلت عليه الأحاديث المتواترة، قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وقال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين، ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين. طبعا بعض من صنف في عقائد أهل السنة يقول ونمسح على الخفين حضرا وسفرا مع أنها مسألة فقهية، ولكن العلماء أدخلوا هذه المسألة الفقهية يعني في متون العقيدة لأن خالف أهل البدع، فالخوارج ينكرون المسح على الخفين، والشيعة يقولون بالمسح على القدمين وهما مكشوفتان، وأهل السنة وسط يعني كما أنهم وسط في الأسماء والصفات يعني بين المشبهة وبين المعطلة أو المؤولة، وفي باب الوعد والوعيد يعني بين الخوارج والمعتزلة من جانب والمرجئة من جانب، وبين الشيعة والنواصب وهم كذلك في هذا الباب،
وسط يعني بين الخوارج الذين أنكروا مسح الخفين وبين الشيعة الذين بالغوا وقالوا يمسح على القدمين بالأصبع الواحد يعني من يعني على ظهر القدم بأصبع واحد وبالغ يعني ومعنى ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون برواية الخفض يعني في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والرواية وإن كانت ثابتة ولكن لا يراد بها المسح على القدمين المكشوفتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن فيها إشارة إلى مشروعية المسح على الخفين. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين الشيعة في مسألة المسح على الخفين، فلذلك يقول اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن هذا يعني في المعتقد. يقول فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين. حديث الأول في المسح على الخفين رقم 53 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لذلك يعني قل العلماء أن الأفضل يعني متى ما هو موجود، يعني هل الأفضل غسل أنه كان يخلع الخفين ويغسل قدميه أو أنه يمسح على قدميه؟ فقال لو أن القدمان مكشوفتان فالأفضل غسل القدمين، ولو أن القدمان يعني قد أدخلهما في خفين وهما طاهرتان فالأفضل المسح على الخفين. فلذلك المغيرة بن شعبة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وللأربع عنه يعني عن نفس الصحابة المغيرة بن شعبة إلا النسائي، فيصير الأربعة الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. يقول وفي إسناده ضعف، كلمة أسفله هذه إيه ضعيفة، أنه كان يمسح أعلى الخف من أعلى. درجة الحديث ما زاده الأربعة إلا النسائي قال المؤلف في إسناده ضعف. يعني الأول طبعا متفق عليه مش محتاج لإيه التخريج، اتفق على إخراج البخاري مسلم، ولكن يعني حديث الأربعة إلا النسائي عن المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. يقول ما زاده الأربعة إلا النسائي قال المؤلف يعني الحافظ بن حجر في إسناده ضعف، قال في التلخيص مسح أعلى الخف وأسفله رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. فزاد هنا إيه أحمد وغيرهم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وأحمد يضاعف كاتب المغيرة. فالآفة في كاتب المغيرة ضوي عن الصحابي. يقول أحمد يضاعف كاتب المغيرة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرع حديث الوليد ليس محفوظ. قال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. فلعلة أخرى في الإيه في الحديث. وممكن نقول في علة ثالثة وهي الإيه يعني الشذوذ، إنه وهنا مش هيكون شذوذ، هيكون هنا نكارة، لأن الشذ يعني مخالفة الثقة للأوثق، ولكن هنا يعني في راوي ضعيف وخالف الثقة فيكون هذا الحديث يعني منكر لمخالفة الأحاديث الصحيحة التي تأتي وتشير إلى أن المسح يكون على ظاهر الخف وليس أسفل الخف. مفردات الحديث قوله فأهويت، قال في المصباح أهوى إلى الشيء بيده مدها ليأخذه إذا كان عن قرب، فإن كان عن بعد قيل هوى إليه بغير ألف، لأنزع نزع وينزع من باب ضرب قلع الشيء، والمراد لأقلع خفيه من رجليه، فالنزع قلع الشيء من مكانه، خفيه تثنية خف، وما يلبس في الرجل من جلد ساتر للكعبين وقد يستر ما فوقهما، جمع خفاف وأخفاف. قول المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هذا يبين هذا كان في إيه؟ في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، فهذا أيضا في فائدة أن هذا يعني يكون في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول أحد أنه منسوخ، لأن غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة قبل وفاة النبوية بسنة وعدة أشهر، في رجب سنة 9 كما جاء مبينا في رواية أخرى من روايات صحيح البخاري. قول دعهما فعل أمر من ودع، فهو معتل الفاء، الفاء هي أول كلمة، فتحذف إذا صيغ منه فعل أمر،
ومعناه اتركهما في مكانهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، تعليل لترك نزعهما، والضمير في أدخلتهما يعود إلى القدمين، طاهرتين حال من ضمير القدمين كما بيان ذاك رواية أبي داود، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. يقول الضمير يعود إلى الخفين، وتثنية الضمير لا يجوز إلا إذا وجد دليل يعين مرجع كل ضمير كما هو الحال هنا، وفيه إضمار تقديره فأحدث فمسح عليهما، لأن وقت جواز المسح بعد الحدث لا قبله. ما يؤخذ من الحديث هذا أحد أدلة جواز المسح على الخفين من النصوص المتواترة، المسح على الخفين متواتر، والمسح لمن عليه الخفان أفضل من الغسل مراعاة لأصل التشريع، فالفرع أفضل من الأصل، وأما مع عدم اللبس فالأفضل الغسل، ولا يلبس ليمسح لأن الغسل هو الأصل، وممكن يلبس ليمسح إذا كان هناك عذر، يعني بعض الناس تشقق يعني أقدامهم من كثرة الوضوء، أو عنده مثلا شيء في قدميه حساسية أو شيء من ذلك، فهذا يعني لا يتنطع يعني، فعنده رخصة اللي هي أنه يتوضأ ويلبس الخف ويمسح عليه بدل ما يغسل قدميه خمس مرات يبقى يعني مرة واحدة. فلا شك ان الغسل افضل لان هذا اسباغ الوضوء، ان ولكن يفرض الانسان لظروف معينه انه لابس الخف لاي ظروف فيكون المسح عليها ايسر وهو الافضل. اثنان، اشتراط كمال الطهاره لجواز المسح على الخفين، فلو غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف قبل غسل الاخرى لم يجزئ المسح، يعني يفرض غسل الرجل اليمنى ولبس الخف الايمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يصح هذا؟ لا يصح، لابد من كمال الطهارة، لأن كمال الطهارة لا تتبعض، لابد من أن يغسل القدمين فتكون القدمان طاهرتان فتكمل طهارته ثم يلبس الخفين، لا يغسل اليمنى ويلبس الخف الأيمن ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف الأيسر. يقول اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين، فلو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفة قبل غسل الأخرى لم يجزئ المسح، بقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذه علة لترك نزع الخفين وجواز المسح عليهما. وبيان علة الحكم يحصل منها ثلاث فوائد: الأولى اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه إليه، الإنسان ما بيعرف العلة بيستريح للحكم، ولا يشترط أنه يعرف العلة حتى ينفذ الحكم، إن الله رسالة والرسول بلاغ وعلينا التسليم، ولكن معرفة العلة بتجعل القلب مطمئن بالحكم ويرتاح إليه. الثانية، سمو الشريعة الإسلامية من أنه لا يوجد حكم إلا وله علة وحكمة، لابد أن نعتقد ذلك أن كل حكم له علة، ولكن لا يشترط أن تعرف علة كل حكم حتى تنفذه. الثالثة، ثبوت الحكم لكل ما مثل الحكم المعلل لعموم العلة، يعني انها يقاس على زي القياس، يعني مساله غير منصوصه يعني يحكم لها بحكم مساله منصوصه لاشتراكهما في العله. ثبوت الحكم لكل ما ماثل الحكم المعلل لعموم العله. قال شيخ الاسلام: ان العلل مناطها وتعلقها بالمعاني المراده لا بالاشخاص، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت من اجل انه صلى الله عليه وسلم نبي. قال النووي: إن لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا، يعني لو لبس الخفين قبل أن يتطهر لم يجزئه المسح إجماعا. أربعة، إن الرواية النسائي تدل على أن المسح يكون على أعلى الخف وأسفله، ولكن ضعف أئمة الحديث هذه الزيادة، فالصحيح أن المسح يكون على أعلى الخف فقط. قال الوزير: أجمعوا على أن المسح يختص بظاهر الخف. قال ابن القيم: ولم يصح عنه أنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. خمسة، جواز غسل الرجلين في الوضوء لما استقر في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين عند الوضوء، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك لولا أنه يريد المسح عليهما.
خمسة، وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهذا طبعا له أدلة أخرى، ولكن الحديث يدل أيضا يعني على ذلك. ستة، أن يكون الخف ساترا لمحل العضو المفروض، أن يسطر حتى الكعبين اللي هما نهاية الإيه يعني غسل القدمين، وهذا مأخوذ من مسمى الخف. فإن لم يسطر عضو لخرق فيه وشق ونحوهما فراجح جواز المسح عليه. هذه مسألة خلافية، يعني نفرض الخف يعني فيه خروق، يعني خف قديم مثلا فيه خروق، فبعضهم قال إن هو لا يجزئ لأن المسح، ولكن شيخ الإسلام تيمية قال يعني ما دام يسمى خفا فيجوز المسح عليه مهما كانت الخروق، ما دام يعني يسمى خف مش خرقة مثلا أو صار شيء آخر غير خف فيجوز المسح عليه، لأن الصحابة كانوا فقراء فيغلب على ظن أن خفافهم كانت يعني موزقة وكثيرة الخروق. أن يكون الخف ساترا لمحل العضو المفروض، وهذا مأخوذ من مسمى الخف. فإن لم يسر العضو حتى المسح لا يستوعب كل ذرة من ذرات الخف، ولكن بيمسح على ظاهر الخف فمش كل مكان، فخلف الغسل يكون لكل القدم، يعني لا يترك يعني جزء، لأن الغسل إسالة الماء على العضو حيث أنه يستوعب يعني كل العضو، لو بقي لمعة مثلا في القدم لم تغسل لا يجزئ هذا الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. سبع، الوضوء أمام الناس لا ينافي الأداب العامة لا سيما مع الأصحاب والمستخدمين والأتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه والمغيرة بن شعبة هوى إلى خفيه لينزهما فقال دعهما. فالوضوء أمام الناس يعني لا ينافي الأداب العامة. ثمانية، تشرف المغيرة بن شعبة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من أكبر بيت في قبيلة ثقيف. تسعة، جواز خدمة الفاضل بتقديم حذائه وخلعهما أو حملهما إذا كانت الخدمة لدينه وعلمه أو لحقه من أبوة أو ولاية عامة ونحو ذلك، وأنه لا يعتبر من المخدوم تكبرا على غيره واستهانة بهم ما دام الحامل على ذلك النظر إلى مبدأ شريف وسامن، كما أنه لا يعتبر من الخادم ذلا وإهانة لنفسه ما دام الحامل له غرض شريف ومقصد حسن، يعني يخدم والده أو يعني عالما أو واليا له حق يعني عليه. عشرة، توجيه الخادم إلى الصواب مع بيان وجه الحكم ليكون أشد طمأنينة لقلبه وأفقه لنفسه وأسرع لقبوله. 11، الطهارة عند كثير من الفقهاء ومنهم أصحابنا الحنابلة لا تكون إلا إذا كانت بالماء دون التيمم، لأن التيمم عندهم مبيح، مبيح للصلاة لا رافع للحدث، وعلى هذا يشترط لجواز المسح أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف هي طهارة الماء. يعني عند كثير من الفقهاء يعني لا يكون المسح إلا بعد الإيه الوضوء أو الغسل، يعني طهارة بالماء. نقول الإنسان تيمم، هل يجوز أن يلبس الخف ولو وجد الماء بعد ذلك يلبس الخفين، ولو وجد الماء بعد ذلك يمسح على الخفين؟ فعلى القول الأول يعني لا يجوز، لأن قالوا الطهارة يشترط فيها الماء، أما التيمم فهو رافع، فهو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وعلى هذا يشترط لجواز المسح أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخفين هي طهارة بالماء. ولكن القول الثاني الذي يعتبر فيه التيمم بدلا من الماء وقائما مقامه في كل شيء حتى في رفع الحدث، فإنه يجوز أن يمسح ولو كانت الطهارة طهارة تيمم، ورجح المصنف هذا القول قال وهو الصحيح، أن حتى الإنسان متيمم ولبس الخفين فيجوز أن يمسح على الخفين لو وجد الماء يعني بعد ذلك. 12، جواز إعانة المتوضئ على وضوئه بتخريب الماء أو الصب عليه ونحو ذلك، أما غسل أعضائه فلا يكون إلا من حاجة. يقول يعني يجوز أن يستعين المتوضئ أو واحد يساعد المتوضئ بإحضار الماء أو يصب عليه ولكن يغسل له أعضاءه، فهذا لا يكون إلا من حاجة كمرض مثلا. الحديث 54، يقول عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فلعل الحافظ أورد هذا الحديث بعد الحديث السابق إشارة إلى ضعف المسح أعلى الخف وأسفله، كأنه يقول أن الإين الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى
الخف ولم يثبت أنه مسح أسفله. درجة الحديث، الحديث صحيح، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال مؤلف التلخيص: وفي الباب حديث عن علي إسناده صحيح. مفردات الحديث: لو كان الدين بالرأي، لو حرف شرط غير جازم وهو حرف امتناع الامتناع فينتفي جوابها لانتفاء شرطها، ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون الدين بمجرد العقل. وفي خطأ في العبارة مش كده؟ ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على يعني باطن الخف لانتفاء كون الدين بمجرد العقل، ولكن الحديث ان يمسح ظاهر الخف لان الدين بالنقل وليس بالعقل، ففي خطأ هنا في العبارة. فالمراد الدين مراد به هنا الشرع وله معان، لان الرأي ناقص والشرع كامل، فإذا عرض لو كان بالعقل لكنا قلنا ان باطن الخف اللي هو اللي بيلابس التراب والارض كان اولى لو الدين بالرأي لكنا مسحنا باطن الخف، ولكن الدين بالشرع وبالنقل وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ثبت مسح ظاهر الخف. فيقول الرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل وجمعه اراء، ومجرد العقل دون الروايه والنقل ليس بالشرع. ما يؤخذ من الحديث وجوب كون مسح الخف على أعلى الخف فقط، فلا يجزئ مسح غيره ولا يشرع مسح غيره معه، منقول يعني مبالغة واحتياطا نمسح الظاهر والباطن، لو فعلنا ذلك يكون قد ابتدعنا، كمن يقول أننا أمسح الرقبة مثلا أو يزيد أشياء يعني في الوضوء يقول احتياطا أو زيادة في النظافة، لأن العبادات ينبغي الأصل فيها المنع يعني والتوقيف. فأيضا الذي ثبت بالشرع مسح الظاهر، فيكون مسح الباطن ليس بمشروع. يؤخذ من الحديث أيضا أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الرأي هو المحكم فيه، فالواجب الاتباع لا الابتداع. ثلاثة: الذي يتبادر للذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة فكان أولى بالإزالة، ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي، فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح. يقول: وليس معنى هذا أن الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره، فإن تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته هو أكثر وأكبر من أن يستشهد بها. قال تعالى: أفلا يعقلون، وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ومن أصول الشرع يعني حفظ العقل وتحريم الخمر لأنها تخمر العقل ويعني تغطي العقل، فالعقل نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان، وإنما معناها أن العقل غير مستقل بالتشريع، فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس راضية ويحاول فهم أسرار الله تعالى فيها. وكما قلنا أن العقل كالدابة تصل بها إلى دار السلطان ولكن لا تدخل بها على السلطان تأدبا، فالعقل يوصلك إلى الإيمان، تدبر يعني آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني آمنت به فبعد ذلك تسلم له، لا تحكم بعقلك في كل يعني أمر أو تدخل بعقلك في كل أمر. فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس راضية ويحاول فهم أسرار الله تعالى فيها، فإن أدرك فذاك من نعمة الله عز وجل عليه، وإلا سلك سبيل الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. أربعة: العقل السليم يوافق النقل الصحيح، فالشريعة التي أنزلها الله تعالى لا تقصد إلا نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله. فالعقل الصحيح أو السليم يوافق النقل الصحيح، فالعقل يقول مثلا لابد من بر الوالدين وصلة الأرحام والأكل من الطيبات وتحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه الأشياء كلها مفاسد كلها أضرار، فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، فلا يتناقض يعني عقل يعني صحيح مع نقل صحيح. يقول
العقل السليم يوافق النقل الصحيح، فالشريعة التي أنزلها الله تعالى تقصد إلى نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله. حينما يكون عقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات ولم يمسه الضعف والخفة، على أنه من المعلوم أن العقل لا يكون معيارا على الشريعة، يعني أن هي يكون مهيمن على الشريعة أو يقدم على الشرع، بل الشريعة التي تكون مقياسا لنقد العقول، أن العقل مهما كان ناقص والشرع كامل. فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام الشرع علم أنه عقل سليم بريء من العلات، وإن أبى قبولها أو قبولها علم أنه مريض وعليل. 5. وجوب الخضوع والتسليم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وغاية العبادة هو كمال القياد والتسليم. من الله الرسالة والرسول البلاغ وعلينا التسليم. 6. لعل والله أعلم من حكمة هذا الحكم أن الغسل يتلف أو يتلف الخف، فاكتفي بالمسح تيسيرا وتسهيلا، أنه هو كل صلاة يغسل الخف فالمسح ما يتلفه، حفظا لمالية الخف. والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة، يعني لو قلنا أن الإيه نمسح يعني أسفل الخف فهذا المسح لا يعني يطهر النجاسة، نفرض أنه هو يعني دفع نجاسة مثلا، فمثل هذا المسح لا يزيل النجاسة، بل لو مسح أسفل الخف تتعلق الأتربة أكثر. والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة وينقي الخف، وما دام أن المسح لم يزل الأذى العالق بأسفل الخف بل إن مسحه بالماء يسبب حمله للنجاسة. جعل المسح أعلى ليزيل ما علق به من غبار، لأن ظاهر الخف هو الذي يرى، والأفضل أن يكون المصلي في غاية النظافة والله أعلم. هذا بحسب الاجتهاد يذكر يعني حكمة يعني هذا الحكم، هو مسح أعلى الخف وليس أسفل الخف. 7. مسح الخف في حديث المغيرة مجمل، وهذا الحديث يبين صفته وكيفيته. خلاف العلماء، اختلف العلماء هل المسح على جميع الخف أم لا، والراجح أن المسح يكون على أكثره لأن المسح عليهما لا بهما، واختلف هل يمسحان كالأذنين معا أم تقدم اليمنى، يعني في وقت واحد واحد إيه بيمسح الأذنين، لأن الأذنان من الإيه من الرأس، والرأس عضو إيه عضو واحد، أما القدمان فمنفصلتان يمسح اليمنى ثم اليسرى. واختلفوا هل يمسحان كالأذنين معا، يعني واحد يمسح على الخفين يمسح الاثنين اليمين باليمين واليسار باليسار، يعني كما يمسح الأذنين في وقت واحد، أو تقدم اليمنى. الراجح تقديم اليمنى، وذلك لأن الرجلين مستقلتان وليستا كالأذنين تابعتين للرأس، ولأن مسحهما فرع غسلهما، والغسل فيه استحباب التيامن، أن المسح بدل الإيه بدل الغسل، والغسل بيكون مش الاثنين مع بعض، يغسل اليمنى ثم اليسرى، هذا من السنة التيامن، أن عضو واحد يغسل اليمنى ثم الإيه ثم اليسرى، فكذلك المسح. ولأن حديث عائشة صريح في استحباب تيامنه في طهوره، لو كان يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكما قال الإمام النووي قال الشرع المستمر البداء باليمين، ومسح الخفين من الطهور، فيسن أن يمسح بأصابع يديه على ظهور قدميه، فيمسح اليمنى باليمنى ثم يمسح اليسرى باليسرى. وأيضا فائدة أخرى أنه هو إيه مش هيمسح اليمنى باليمنى واليسرى أيضا باليمنى، لا، اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد الإيه واليد اليسرى، ولكن يعني اليمنى أولا ثم اليسرى، فيسنى أن يمسح بأصابع يديه على ظهور قدميه، فيمسح اليمنى باليمنى ثم يمسح اليسرى باليسرى ويفرج بين أصابعه، يعني يفرج بين أصابعه ما يجمع، يعني حتى يغطي أكبر جزء من ظاهر الخف. وكيفما مسح أجزأ، وأجمعوا على أن المسح عليه مرة واحدة وأنه لا يسن تكراره، ودائما المسح مرة واحدة كمسح رأس يعني مرة واحدة. الحديث الأخير في درس اليوم حديث صفوان بن عسال، حديث 55، يقول عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا
ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. درجة الحديث، يقول حديث صحيح فقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث حسن ليس في التوقيت، يعني توقيت المسح، يعني شيء أصح منه. وقال النووي: إنه جاء بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبد الهادي في المحرر رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ورواه ابن خزيمة وابن حبان. مفردات الحديث: صفرا بفتح السين وسكون الفاء آخره راء، جمع مسافر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى يعني صلاة قصر والذين يعني خلفه يعني مقيمون، يقول: إن قوم صفر، جمع مسافر، يعني أتم صلاتهم فإن يعني قوم صفر، جمع مسافر، مثل راكب وركب وصاحب وصحب، فصفر جمع مسافر، وكان في الأصل مصدرا فأما مسافر فجمع مسافرون. ننزع يقال نزع ينزع نزعا من باب ضرب يعني قلعه، فالنزع الجذب والقلع. خفاف جمع بكسر الخاء، ففاء مفتوحة جمع خف، والخف ما يلبس يعني في الرجل من جلد رقيق ويقاس عليه طبعا جورب، ويأتي الحديث يعني في ذلك. جنابة تقدمت وسيأتي بينها أتم في باب الغسل إن شاء الله تعالى. غائط أصله المكان المنخفض الواسع من الأرض، فكان من أراد أن يتبرز يستتر به عن الناظرين، يعني يبحث عن مكان منخفض يعني يقضي فيه حاجته يستره يعني عن الناظرين. وكثر استعماله حتى سمي الخارج من الإنسان غائطا من باب الكناية، وجمعه غوط وغياض أو غوط وغياض. بول بفتح فسكون سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المتانة حتى تدفعه إلى الخارج عن طريق مسلكه، جمعه أبوال وتقدم. نوم يعني فترة من الخمول مصحوبة برقص في الإدراك والشعور تتوقف فيها الوظائف البدنية، وفترة راحة تساعد الجسم على تعويض ما فقده من طاقات مختلفة خلال العمل. يعني طبعا بعض الناس يقولون بأن النوم، كنت سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول النوم يعني مثل الحدث، النوم ناقض. ولكن يأتي حديث أن الصحابة عندما كانوا تخفق رؤوسهم كان يتأخر صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. فالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معنا لكن من غائط وبول ونوم، يحمل النوم هنا على النوم الايه مستغرق، الواحد ينام بحيث انه لا يشعر بنفسه، ولكن الجالس بحيث تخفق راسه يدل انه ايه نصف نائم، يعني ينام فاذا سقط راسه سيقف فرفع راسه ثم تسقط مره ثانيه، فهذا غالبا يشعر بنفسه، فاذا احدث احس. ولذلك كانوا يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وهذا في زمن التشريع. فالناقض هو النوم المستغرق وليس كل نوم. ولذلك الأنبياء يعني تنام أعينهم أو ولا تنام قلوبهم، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم النوم يتوضأ وأحيانا لا يتوضأ. فيؤخذ من الحديث جواز المسح على الخفين في السفر كما كان في الحضر، فالحاجة إليه في السفر أشد. 2 أن مدة المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليهن، وأنه بعد 3 يجب خلعهما وغسل ما تحتهما من القدمين في الوضوء. 3 أن المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ففيه يجب خلعهما وغسل ما تحتهما، وحكم مجمع عليه بين العلماء. يعني هذا التوقيت بالنسبة للحدث الأصغر الغائط والبول والنوم، ولكن الحدث الأكبر لابد من خلع الخفين وغسل القدمين. 4 نقض الوضوء من الخارج من السبيلين وأهمه البول والغائط. 5 نقض الوضوء من النوم
طبعا نوم المستغرق، ست أمثل النوم في نفض الوضوء كل ما أزال العقل وغطاه من إغماء وبنج ومسكر وغيرهما. يعني يقال على النوم المستغرق الإنسان لو أغمي عليه، لو أخذ يعني بنج مثلا بحيث أنه ما يشعر بنفسه، فأيضا ينقض هذا الوضوء أنه لا يشعر بنفسه. سبع، عموم الحديث يفيد جواز المسح على الخفين سواء كان صريحا أو مخروقا، فإن الغالب على خفاف الصحابة رضي الله عنهم ألا تسلم من وجود الشقوق والخروق، وهذا خلاف ما قيده به أصحاب الإمامين الشافعي وأحمد من اشتراط عدم الخرق أو الشق في الخف، وهو قول المرجوح، وهنا رجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثمانية، لا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض أخذا من مسمى الخف عندهم، فالخف لابد أن يكون ساترا للقدمين مع الكعبين، ولكن نفرض أن الخف أسفل الكعبين أو جزء من القدم غير يعني مستور بالخف، فهذا لا يصح المسح عليه. تسعة، جواز المسح على الجوربين ونحوهما مما له حكم الخفين يستر محل الفرض، وأظن قال أنه يكون يعني صفيق، يعني فإن أنه لا يشف القدم، لأنه لو زي شربات النساء أو شربات الرجال، بعض الشربات تكون يعني الجلد ظاهر، فإذا كان الجلد ظاهر فيكون الأصل الغسل، يعني ما يمسح على الخف إذا كان رقيقا. بعضهم يقول هذا أقرب للأصل، ولكن الصحيح أن الأصل أن الرجل المكشوفة تغسل لا يمسح عليها، فإذا كان الجوربان يعني لا يستران الجلد حيث أن تبدو البشرة يعني من الجورب، فيكون حكمها يعني هذه القدم لها مكشوفة، فيكون يعني الأصل فيها أن تغسل، ولا يصح المس على الجوربين إذا كان لا يستران القدمين. يقول جواز المس على الجوربين ونحوهما مما له حكم الخفين يستر محل الفرض والحاجة إلى نفسه والمشقة في نزعه من أي شيء يكون الجورب من صوف أو وبر أو قطن أو غيرهما، يعني لا يشترط أن يكون من جلد حتى نقول هذا خف يعني يمسح عليه، ولكن قياسا عليه لأن الحكمة واحدة والعلة واحدة. قال في المغني: ولا يجوز المسح على الخف الرقيق الذي يصف البشرة لأنه غير ساتر لمحل الفرض فأشبه النعل. وقال النووي في المجموع: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. فلعل كان رقيق عندهم يعني مثل الصفيق عندنا، يعني لعل ما كان يعني في زمن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يعني الجوارب الخفيفة جدا بحيث أن الرجل فعلا كانها مكشوفة. خلاف العلماء، يقول: ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوربين وهما ما يصنع على هيئة الخف من غير الجلد. قال ابن المنذر: تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وهم علي وعمار بن سعود وأنس بن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وقول عطاء والحسن وابن المسيب من التابعين وابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. فقال الألباني: رجاله كلهم ثقال، مسح على الجوربين والنعلين، ولكن يحمل النعل أنه هو يعني ساتر للكعبين. رجاله كلهم ثقال، فإنهم رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم. وذهب الأئمة الثلاثة فيما استقرت عليه مذاهبهم أخيرا إلى جواز المسح عليهما، يعني على الجوربين، إما ثلاثة خلافا للشافعي. واختلف العلماء أيهما أفضل، المسح الغسل أو المسح، فذهب الشافعية إلى أن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة، أن يكون يعني كما تفعل الخوارج، أن المسح أفضل، أن الغسل أفضل لأن هذا من إسباغ الوضوء، بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. وذهب الحنابلة إلى أن المسح أفضل من الغسل. قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل لأن صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه.
وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماء، فإن كانتا في الخف مسح عليهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين. وقال رحمه الله هذا أعدل الأقوال، هذا رجحه ابن القيم، ولعل الشارح أيضا تبع له في هذا الترجيح، فيكون الأفضل يعني حال القدمين إذا كانتا في خفين يمسح والمسح أفضل، وإذا كانتا مكشوفتان فالغسل أفضل. نجيب عن بعض الأسئلة. نعتذر للإخوة، الأسئلة اللي بخصوص الموضوع هنجيب عنها إن شاء الله. هل لو مسح إنسان على الجوربين فوصل الماء إلى بشرته هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لأن ما فيش يعني ترك الإفصال في موضع الاحتمال يكون يعني بمنزلة العموم يعني. فإنسان لو مسح ولكن ما وصل للبشرة ليس في ذلك شيء. هل يعتبر مسح الخفين رخصة أم عزيمة؟ رخصة طبعا يعني، عزيمة يعني واجب يعني، ولكن لو إنسان احتاج لها ولم يفعلها تورعا فيكون هذا نوع من التنطع، أو محتاج أن يمسح لأن برجله مرض مثلا وترك ذلك تنطعا، فنقول أن هذا نوع من التنطع ونقول له الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه. هل يجوز مسح الجورب؟ ذكرنا الراجح أنه إيه جائز. هل يجوز الاستحمام أو الاغتسال من جنابة بنية الطهارة الصلاة بدون مضمضة أو استنشاق؟ أيضا مش في الباب بتاعنا يعني، ولكن يعني ذكرنا المضمضة والاستنشاق يدخل في غسل الإيه؟ الوجه. فالجنس العمل مش مكانها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.